بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طريقة عمل صبغة للشعر باللون الأحمر الأكاجو بدون حنة وكذلك بدون صبغة، بمعنى بمكونات طبيعية آمنة ومفيدة للشعر ومفيدة حتى للشيب، رائعة جدا، وهي تستخدم لجميع الأعمار، ليست منها أي أعراض جانبية. نحتاج لملعقة طعام كبيرة من زهرة الكركديه، ملعقة طعام كبيرة، نضعها في كأس من الماء المغلي ونتركها لتنقع ليلة كاملة. هذا الماء ينقع لليلة كاملة، ثم نأخذ إناء نضع فيه الكركديه ونضع 2 ملاعق شاي صغيرة من نشا الذرة، 2 ملاعق شاي صغيرة من نشا الذرة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ثم نضعها على حمام مائي حتى الحصول على خليط كثيف نوعا ما، على حمام مائي. طريقة حمام الماء معروفة للجميع. بعد ما يتكثف هذا الخليط مباشرة وهو ساخن، نضيف عليه ملعقة طعام كبيرة من مطحون زهرة الكركديه على شكل بودرة ناعمة، نضيفه مباشرة وهو ساخن ونخلط المكونات جيدا ببعضها البعض. بهذا الشكل حتى الحصول على عجينة شبه الصبغة. نخلط جيدا، ونستمر في الخلط ثم نضيف على هذا الخليط ملعقة طعام كبيرة من خل التفاح أو أي نوع خل متواجد في البيت أو حتى عصير الليمون يمكن ذلك. دوره هنا هو تثبيت اللون وإعطاء اللمعة الطبيعية للشعر. نخلط المكونات جيدا، ثم توزع هذه الصبغة على الشعر جيدا، نتركها من ساعة إلى حتى 6 ساعات حسب درجة الشعر، وبعدها تغسل بشكل عادي بالشامبو المناسب لشعرك. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات وحتى البنات الصغار، يمكن استخدام هذه الوصفة لهم وبكل أمان. يمكن تكرار هذه الوصفة 2 مرات في الأسبوع للحصول على اللون المطلوب. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.